السلام عليكم، عاملين ايه؟ طبعا في كام حد كده سألني على الدبل فيس، وقلت له ان شاء الله لما يكون معايا شعر هبقى اوريك انا بعمله ازاي. ده ممكن تقربه كده شويه. بص، ده دبل فيس انا هعمله صيانه، يعني مش بمعنى يعني هيركب تاني، يعني مش جديد. ده بص، احنا بننضفه كده، انا بفتحها كده، انا كده فتحتها اهي. بص استنى امسك، يعني ده في ناس ما بتعرفش تجيبه. ده يا جماعه ما بيتجابش بالضوافر، ده بطن الايد كده بتقعد تسحب فيه كده. بص، ده تنظيفه سهل جدا، سهل اهو. بص، انت بتطلع منه الدبل فيس خالص كده، طلع حته اللزق طلعت. تيجي تعمل التانيه كذلك الامر، الضفر عمره ما هيطلعها، هيتعبك. انما بالبطن كده تمسكها كده واحده واحده، الجلد بتاع الصباع عشان تحافظ على الشعر، وفي نفس الوقت لما تحط اللزق الجديد ما تبقاش مكلكعه. طبعا انا هنا عامل اشتغلت فيه شويه، طبعا ده هنا شويه اتنضفوا واتلزقوا، دول اتقصوا كمان، ده لسه طبعا هقصه، اوريكم بقصه ازاي. وده طبعا باكت، ده بيجي كده باكت كامل يا جماعه اللي بيسال على الباكت. ده باكت 10 خصل، 20 واحده بس هم 10، لان الخصله بتبقى 2 مع بعض. ده كان لونه اسود، انا اللي سابه وانا اللي عامل فيه الالوان دي. ده بيجي الباكت كده، في منه طبعا ده طول 60، في 70، وفي 80، وفي 90، طبعا في كذا طول. بصوا يا جماعه هوريكم احنا بنلزق ازاي، وبعد كده ايه هشتغل انا مع بعض وهسرع لكم الفيديو. انا بجيب اللزق كده اهو، بلزق اول واحده واحطها كده. انا كده مشيت ان انا احط له لزق جديد، بقت زي الفل. وبرصهم كلهم ورا بعض زي كده. بصوا هنا عامل ازاي، برصهم كلهم زي كده. طبعا الشعرية كانت لعبكت ولا حاجة، كل ده اهو لما يتقطع برصهم زي كده. شفتوا بقى عامل ازاي؟ القص بقى بيقصوا ازاي؟ حاجة سهلة جدا، بتتني دي كده او ممكن تخليها على الهوا، يعني تقوم عامل كده قصتها، وانت في الاخر بتفنش الاطراف دي، الحتت الزياده دي بتشيلها كده مش باينه، تيجي على التانيه. يعني مفيش غير طرف صغير كده بتشيله، ممكن وانت بتشيل لزقه اتنين بصباعك عادي، مش هتعمل حاجه. نقعد نبص واحده ورا التانيه، ده بالنسبه للشعر اللي بتركب له لزق من اول وجديد. في ناس بتركب اللزق ما بتنضفوش، او ما بتعرفش تنضفه، تقول لك لا شعر جديد. لا، الشعر الدبل فيس احنا عندنا نركبه مره واثنين وثلاثه على حسب حاله الشعرات، طول ما هي مستحمله ونركبها وما نقولهاش لا. نقصهم كده. بعد ما بقص طبعا انا بجمعهم زي كده، بجمعهم. هاخد اثنين بس كده عشان تبقى مقصين حصله. بصوا يا جماعه، بصوا ادي واحد، دي كده خصلة، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، ادي واحد، بسم الله، ادي اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، كده تسعة، وناخد خشنتين يبقوا ايه 10. ده كده الباكت. بس اقول لك 20، هو 20 20 فردي، انما لما تجمعهم على بعض زوجي يبقوا 10. نعملها كده عشان نعرف نشتغل بس ونحافظ على الشعرايه. طبعا انا هفكه وهشتغل بيه بكره ان شاء الله الشعر ده. طبعا دي انا غسلها وعاملها سشوار خفيف كده، بنشفها يعني، فردها فرد خفيف. ادي ده الباكت، وده كده ايه باكتين كده، دول عدد اتنين باكت 40 خصلة،
زوج فردي و20 زوج. خلص بقى كل ده يا جماعه مع بعض كده وارجع اوريكم خلصت ايه في الاخر. الناس اللي كانت بتسألني انت مربي ضوافرك ليه؟ على فكرة يا جماعة انا قصيت ضوافري، قصيتها النهاردة الصبح ومش عارف اشتغل. ده عايز، بصوا، عايز ضوافر افتح بيها كده وعايز حاجات كده. انا منضف ببطن ايديا بس طبعا عايز افتح دي كده ما فيش ضوافر، عشان كده انا مربي ضوافري عشان كده.
انا كده خلصت اهو. ده طبعا الشعر اهو كله، يعني دول خمسه باكت ونص، كان في نص كله اتلزق بقى زي الفل. جاهز ان شاء الله على التركيب. واللي حابب يعمل شعر او حاجه او عايز شعر وصل معايا ان شاء الله هجيب اللي هو عايزه. يلا يا جماعه اشوفكم على خير بقى ان شاء الله، وهحاول اكتر لكم الفيديوهات دي. السلام عليكم.